بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع الدرس الرابع للوحدة الثانية، الانشطار والاندماج النوويين. كنا شفنا في الفيديو السابق الجزء الأول تفاعلات الانشطار، في هذا الجزء الثاني سنتعرف على تفاعلات الاندماج. الاندماج النووي فيزيون نوكليير هو ماذا؟ هو تفاعل نووي مفتعل ناتج عن ماذا؟ عن التحام نواتين خفيفتين بتشكيل نواة أثقل، وذلك بتحرير طاقة. ماذا يعني هذا؟ يعني أعزائي الطلبة أن هذا التفاعل النووي اللي نسميه الاندماج أو الالتحام فيزيون نوكليير يحدث عندما تتحد نواتان خفيفتان أثناء التصادم لتشكل نواة ثقيلة، ويتطلب ذلك درجة حرارة عالية تحت ضغط كبير وسرعة فائقة. من بين الأمثلة الاندماج النووي تلك التي تحدث في الشمس وفي القنابل الهيدروجينية أو بما تسمى القنابل الحرارية، التي هذه تعمل بمبدأ الطاقة المنطلقة من تفاعلات الاندماج لنواة نظائر الهيدروجين مشكلة أنوية ذرات الهيليوم المستقرة الحصيلة الطاقوية. نعتبر أعزائي الطلبة تفاعل الاندماج الممثل بأبسط معادلة، يعني راح نعطيكم بعض الأمثلة يعني على بعض على تفاعلات التحامية التي تحدث في القنابل الهيدروجينية، يعني نشوف البعض منها فقط. قبل ما نعطيكم الأمثلة، ها هي صورة تمثل تفاعل الاندماج، حيث الدي ترمز إلى دوتيريوم اللي هو H، هنا H2 وهنا تي ترمز إلى تريتيوم هو، أو هكذا إلى تي أي تري، يعني H 3 وهنا 1 عفوا، هنا تعطينا الدي والتي تعطينا الإشعاع ألفا، يعني هنا تعطينا الهيليوم 4-1، وهنا تعطينا N1-0 هكذا. لاحظ المثال أو التفاعل الأول، لاحظ في الشكل لدينا دوتيريوم مع أي نقض في الدوتيريوم بالدوتيريوم يعطينا ذرة الهيليوم، هيليوم 4 دوتيريوم هو H2 1 كما كنا شفنا، قلنا يعني ها هو H، نكتبه الآن H2 زائد H2، يعني أحد النظير الهيدروجين. واش تعطينا؟ تعطينا الهيليوم اللي هو ألفا، هيليوم 3 الهيليوم، لأنه كاين الهيليوم 4، هيليوم 3-2 زائد النوترون هكذا كما ترى في الشكل، يعني تتكون لدينا ذرة ثقيلة من ذرتين خفيفتين ناتج عن التحام نواتين خفيفتين بتشكيل نواة أثقل، وذلك بتحرير طاقة. هنا في المعادلة أو التفاعل هذا بالنوع هذا تكون الطاقة حوالي 4 ميجا إلكترون فولت. المثال الثاني، لاحظ دوتيريوم، نقذف الدوتيريوم بالدوتيريوم تعطينا أي التحام نواتين الدوتيريوم مع الدوتيريوم تعطينا نواة أثقل، هاي أثقل، حيث بعد تعطينا وش تعطينا؟ التريتيوم 3، وتعطينا بروتون زائد طاقة مع
طاقة اللي هي 4 ميجا إلكترون فولت. يعني هنا نجمو نكتبوها على شكل هذا H اثنان زائد H اثنان اللي هو الدوتيريوم، يعطينا ماذا؟ يعطينا H 3 زائد P 1 بروتون، أو نقدر نكتبو هذا H 1 اللي هو الهيدروجين حيث يحتوي على بروتون. المثال الثالث تريتيوم، التحام تريتيوم مع تريتيوم يعطينا الهيليوم، أي هكذا أي تريتيوم زائد التريتيوم تعطينا الهيليوم 4 نظير الهيليوم 4 زائد نوترونين زائد 2 نوترون. لاحظ انبعاث أو تحرر الطاقة 11 ميجا إلكترون فولت. في المثال الأخير عندنا، لاحظ عندنا دو تيريوم يعني H اثنان واحد زائد التريتيوم H 3 1 تعطينا الهيليوم 4 لنا الهيليوم 4 زائد نوترون زائد نوترون مع انبعاث أو تحرر طاقة تكون حوالي 18 ميجا إلكترون فولت. صح، نأتي في هذا المثال الأخير ونحسب الطاقة المتحررة، هل هي صح الدور من حوالي 18 ميجا إلكترون فولت أم مجرد كلمة مرانا نقول فيه الطاقة؟ الطاقة المتحررة، لاحظ تبع معي، عندنا الطاقة المتحررة تساوي إنرجي إنيشيال الطاقة الابتدائية ناقص الطاقة النهائية لإنرجي فينال، أي تساوي كتلة، شو كتلة الدوتيريوم H2 زائد كتلة التريتيوم H3 ناقص نفتح قوس كتلة الهيليوم ناقص كتلة الهيليوم زائد كتلة النوترون هكذا وهكذا مضروبة في مربع، أي في سي مربع. صح، هنا لو جينا نحسب الطاقة المتحررة لازمنا معطيات. صح، إذن ها هي المعطيات أمامنا، عندنا كتلة النوترون بالإي بالوحدة، كتلة الدوتيريوم، كتلة التريتيوم، وكتلة الهيليوم. إذن نأتي نحسب الطاقة E تساوي، إذن كتلة الدوتيريوم اللي هي 2.0355 زائد كتلة التريتيوم اللي هي 3.0550 هكذا. صح، ومن بعد ناقص كتلة الهيليوم اللي هي 4.0150 زائد كتلة النوترون اللي هي 1.0086 الكل مضروب في، لأننا راح نحسبه في الميجا إلكترون فولت، إذن نضرب مباشرة في الثابت اللي هو 931.49. كنت تكلمت لكم عن هذا في الفيديو السابق، لماذا؟ لأنه كنت قلت لكم أنه 1 يساوي 931.5 ميجا إلكترون فولت على سي مربع. إذن هنا عندي واش راح تكون؟ راح تكون عندي ميجا إلكترون فولت، هكذا ميجا إلكترون فولت على سي مربع في سي مربع، هذه تروح مع هذه تبقى لي ماذا؟ تبقى لي ميجا إلكترون فولت، كنت تكلمت عن هذا في الفيديو السابق. إذن هنا
بعد ما نحسب دير بوز وحسب معايا ديرو بوز وحسبوا اذا واش نصيبوا نصيبوا ان او يساوي 17.6 ميجا الكترون فولت ها صح. لو جينا يعني هذه في نواه واحده يعني ذره واحده تاع الهيليوم ثلاثه، لو جينا اردنا حساب الطاقه المتحرره من تحول واحد غرام من التريتيوم، عفوا هذه تريتيوم هكذا اللي هو اش 3 واحد. كنا شفنا ان الطاقه الحراريه المتحرره عن تحول الناظر اش 3 واحد هي 17.6 ميجا الكترون فولت. اذا لنأتي نحسب كتلة التريتيوم بالكيلوغرام، كتلة التريتيوم بالكيلوغرام صح. وكنا شفنا باللي واحد اي يساوي 1.661 في 10^-27 كيلوغرام. إذن لدينا أم أي كتلة التريتيوم تساوي 3.0550 في 1 هذه إي نضربها في 1.661 في 10^-27 تعطينا بالتقريب 5 × 10^-27 كيلوغرام. هذه كتلة التريتيوم. إذن الآن نأتي ونعرف عدد الذرات الموجودة في 1 غرام من تريتيوم. عدد الذرات الموجودة في 1 غرام من التريتيوم صح. إذن نعرفوا باللي 1 غرام وواحد غرام ديرونا 1 غرام هو ماذا؟ هو 10^-3 كيلوغرام صح. إذن الآن عرفوا عدد تساوي 10^-3 كيلوغرام على ماذا؟ على 5 × 10^-27 على 5 × 10^-27 كيلوغرام على كيلوغرام تروح. إذن شحال تعطينا هنا؟ تعطينا أي تولي ذيك تولي 1/5 مضروب في 10^-24 لأنه ناقص 27 طلع من فوق. إذن تولي لنا 2 × 10^23 23 واش؟ ذرة، ذرة التريتيوم. إذن الآن نأتي إلى الطاقة، نعرف ما هي الطاقة المتحررة، المتحررة صح. حاجة سهلة، كنا وجدنا 17.6 ميجا إلكترون فولت، هذه ذرة واحدة. إذن أو تساوي أي 17 أي شحال عندنا دوك من ذرة؟ عندنا 2 × 10^23 ذرة مضروبة في الطاقة المتحررة لذرة واحدة اللي هي 17.6 ميجا إلكترون فولت. شحال تعطيني؟ تعطيني 3.52 في 10^24 ميجا إلكترون فولت. يعني هذه الطاقة المتحررة من تحول 1 غرام من التريتيوم. عفوا لو مثلا طلبوا منك أنك تحول هذا الميجا إلكترون فولت إلى تحسبها بالجول كما درنا في الفيديو السابق، ما عليك إلا
يعني الـ E تساوي 3.52 في 10 قوة 24 ميجا إلكترون فولت، تضربها في 10 قوة 6 باش تصيبها بالإلكترون فولت، إذن تساوي 3.52 في 10 قوة 30 إلكترون فولت. باش تحولها إلى الجول كنا شفنا أنه 1 إلكترون فولت يساوي 1.6022 في 10 قوة ناقص 19 جول، صح؟ إذن ننطلق من هذه، أي هذه في حالة ما إذا طلبوا منك هذا. إذن ننطلق من هذه، أي 3 E تساوي 3.52 في 10 قوة 30 في 1.6022 في 10 قوة ناقص 19 تساوي، إذن أنت تضرب 3 في الحاسبة 3.52 في 1.6022 في 10 قوة 11، لأن 10 قوة 30 في 10 قوة ناقص 19 تساوي 10 قوة 11، بتسهل لك الأمور. إذن أعطتني شعال 5.64 في 10 قوة 11 جول، هكذا. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو مقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.